كيف تحافظ السلطنة على بيئتها البحرية تميز بالتنوع والثراء؟ يأتي هذا الموضوع من عمان تزامنا مع احتفاء العالم في 8 يونيو اليوم باليوم العالمي للمحيطات. تفاصيل مختلفة برفقة ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا بمدير مركز العلوم البحرية والسمكية دكتور عبد الله بن حمد النهدي. مساء الخير دكتور، ونبارك لكم أيضا هذا اليوم المجيد في عالم البحر والمحيطات. مساء النور أستاذ بيان، وأنا سعيد بهذه الاستضافة. واجبنا. بداية نتحدث عن هذا اليوم العالم وماذا يمثله أيضا هذا اليوم بالنسبة للمختصين في هذا المجال. وطبعا الغرض من الاحتفائية الافتراضية باليوم العالمي للمحيطات تسليط الضوء وهو الأهمية للمحيطات كمصدر للغذاء والدواء وأيضا كجزء حيوي للمحيط. إذا ما ذكرنا الغذاء، فطبعا الأغذية البحرية تعتبر مصدر رئيسي للبروتين، ويقدر عدد الأشخاص في العالم بمليار شخص يعتمدون على هذا المصدر من البروتين. إذا ما ذكرنا على المستوى المحلي، فإن معدل الفرد من استهلاك المأكولات البحرية تقريبا 55 كيلو جرام للفرد سنويا. نعم. وإذا ذكرنا الأهمية الثانية للمحيطات، طبعا المحيطات يعني تعيش فيها العديد أو الملايين من أنواع الكائنات البحرية، من ضمنها الأسماك، القشريات، الرخويات، العوالق النباتية والحيوانية والكثير الكثير من الأحياء البحرية. نعم. عندما نتحدث عن البيئة البحرية في عمان نتحدث عن ثراء وتنوع وغنى. نود بداية أن نتحدث عن سمات البيئة البحرية في عمان، بعد أن ننتقل للجهود التي تعملون عليها للمحافظة على هذه الثروة. طبعا يعني دور السلطنة في هذا المجال نقدر نتكلم عنه من شقين. الشق الأول اللي هو التطبيق العملي للمشاريع، والشق الثاني اللي هو النشر العلمي والبحوث السمكية والدراسات لتقصي الحقائق أو معالجة المشكلات. فإذا نظرنا للشق الأول اللي هو التطبيق العملي للمشاريع، فأضرب مثال ويعني يوضح المقصد. على سبيل المثال يعني السلطنة دشنت في 2019 أكبر مزرعة من الشعاب الصناعية بولاية السويق بطول تقريبا 20 كيلومتر وعرض 7 كيلومترات، وتم إنزال ما يقرب من 4200 وحدة من أسمنتية و80 وحدة حديدية. أيضا نزلنا في ولاية الصحار عدد من لا بأس به من الشعاب الصناعية، وفي ولاية شناص، وكذلك في محافظة جنوب الشرقية بولاية الصور. ففي المجمل هذه الشعاب الصناعية يعني في قادم السنوات راح توفر ملاذ آمن أو ملاذ ملائم للكائنات البحرية في العيش في هذه الأماكن، وبالتالي مخزون السمكي يعني راح يزدهر بتكامل النظام البيئي في هذه المناطق. إذا تكلمنا عن الشق الثاني اللي هو النشر العلمي والبحوث وهذا، فمركز العلوم البحرية والسمكية يعني يصدر صدر عدد من كتب التصنيف الأسماك والمحاريات. للأسماك تقريبا يعني عدد الأنواع السمكية في بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي ما يقرب من أكثر من 1000 نوع من الأسماك. خلال هذه السنة، بداية هذه السنة، أصدرنا كتاب اللي هو الدليل الحقلي للمحاريات، وكان في تصنيف ل 250 نوع من المحاريات. هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الأنواع الأعشاب البحرية، تقريبا 300 نوع من الأعشاب البحرية والطحالب الكبيرة والصغيرة. والحقيقة يعني المجال يعني كبير في جهود لوزارة الثروة الزراعية والسمكية ومواد المياه. أيضا على المستوى العالمي أو الإقليمي، السلطنة عضو في منظمات عديدة. السلطنة يعني ترأس وحدة الدعم السمكي لرابط الدول المطلة على المحيط الهندي، أيضا هي عضو في الهيئة المصائد التونة في المحيط الهندي، أيضا في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وأيضا عضو في اللجنة الوطنية اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات. نعم، يعني اليوم أيضا الاحتفاء بهذا اليوم يؤكد على أنه هذه المحيطات تشكل مصادر اقتصادية بالنسبة للدول. إلى أي مدى
نتحدث عن هذه المصادر الاقتصادية؟ طبعا أنا أذكر في على الشكل المحلي أو على المستوى المحلي اللي هو قيمة الإنتاج السمكي. قيمة الإنتاج السمكي كان في 2015 تقريبا من 160 مليون. نعم. اليوم نحن نتكلم عن 360 مليون ريال عماني، فهذا يعتبر يعني دخل لعديد من فئات الصيادين والمشتغلين بالمهن المرتبطة بالقطاع السمكي. عدد الصيادين تقريبا يقرب من يعني من 55 ألف صياد يعملون في هذه المهنة، فهذا يعني يشكل دور في رفع يعني الرفاه الاجتماعي. صحيح. لدى فئة كبيرة من المواطنين. يعني أيضا في كل عام يتم انتقاء موضوع معين للاحتفاء، نريد أن نقرب المشاهد من موضوع هذا العام. هذا العام هو سبل العيش، الحياة وسبل العيش يعني، وما تقدم المحيطات بشكل عام في العالم من موارد طبيعية ومن يعني ثروات بحرية يعني مستدامة وتكاد لا تنضب إذا ما تم يعني استغلالها بالشكل يعني المثالي وبالشكل المستدام، فهي إن شاء الله يعني متجددة يعني. نعم. ناحية الموارد هذه يعني أيضا من صور العطاء في هذا الجانب في السلطنة والاهتمام بهذا الجانب وجود مركز العلوم البحرية والسمكية. نود أن نقرب المشاهد وأن ترأس هذا المركز دكتور بطبيعة عمل هذا المركز، على ماذا تشتغلون؟ طبعا نحن في مركز العلوم البحرية والسمكية معنا مجموعة من أو نخبة من الباحثين والخبراء يعني طبعا عمانيين كلهم وما شاء الله عليهم يعني دائما من دراسة إلى دراسة، وبشكل سنوي نحن ننشر يعني أوراق علمية محكمة وغير محكمة. هذه السنة يعني نشرنا ما يقرب من 13 ورقة علمية. أيضا من ناحية التصنيف مثل ما ذكرت تصنيف الكائنات البحرية، هذه السنة يعني صنفنا النوع السادس من الشارخة. أيوة. وتعرفوا نوع الشارخة يعني يكاد ينقرض في بحار كثيرة من العالم. صحيح. بينما نحن في عمان ننعم بهذه الخيرات يعني وبكميات تجارية في بعض منها يعني. نعم. يعني اليوم أيضا من ضمن أهداف التنمية المستدام تشتغل عليها الدول هي أهداف متعلقة بحفظ المحيطات، نود أن نتعرف على ماهية هذه الأهداف من خلالك دكتور. طيب، هو يعني في هذا العام تزامن إعلان النوايا لتحقيق الهدف رقم 14 للتنمية المستدامة، فهذا الهدف يعني يعنى بحالة المحيطات والبحار والموارد الطبيعية البحرية بحيث أنه يتم استغلالها بشكل يعني مستدام في التنمية المستدامة. نعم. طيب أنا أعود لمركز العلوم البحرية والسمكية، كيف يتم أيضا تعزيز كوادرها البشرية ومباحثين عمانيين كما ذكرت؟ يعني الوزارة في السنوات السابقة عملت على تأهيل هؤلاء الباحثين، ونحن نذكر يعني الحمد لله معنا من حملة الشهادة شهادة الدكتوراه تقريبا 5 ومجموعة كبيرة أيضا من حملة الماجستير والبكالوريوس، فمن ناحية التأهيل العلمي الحمد لله يعني متمكنين، ومن ناحية الخبرة أيضا يعني هم يعني يقوموا بهذه الدراسات بهذه المشاريع بهذه البرامج البحثية. في الواقع أنهم يحلوا مشاكل القطاع السمكي، إيجاد يعني الحلول المناسبة. على سبيل المثال يعني دراسة المصائد التجارية وليكن يعني مصائد القاعية الأسماك القاعية ندرسها من ناحية بيولوجية ومن ناحية البيئية، بعد الدراسة ترفق التقارير هذه متضمنة التوصيات الضرورية لإدارة هذه المصائد، فبمجرد ما يعني نطبق هذه النماذج من الإدارة نحن نكون اشتغلنا على الاستغلال المستدام. نعم. فهذا يعني يعزز. نعم. يعني أيضا ناهيك عن حل هذه البحوث تحديات موجودة على الساحة في القطاع السمكي على وجه التحديد، أيضا هي تقدم بيانات قد تكون بيانات مهمة أيضا للقطاع للبناء عليها في مشاريع قادمة، إلى أي مدى يتم استفادة حقيقية من هذه البحوث في تعزيز القطاع من خلال مركز العلوم؟ طبعا أنت ذكرت البيانات، الحمد لله نحن من تأسيس المركز في عام 1986 توجد لدينا بيانات من هذيك الفترة يعني تتصور يعني يمكن أكثر من 30 سنة، والحمد لله يعني خلال هذه السنوات بما أن العلم تقدم في مجال التكنولوجيا وفي مجال تقنية المعلومات وتخزين
البيانات السحابية، عملنا على كل المصايد السمكية وعلى كل البيانات بحيث أن نحفظها في قواعد بيانات نقدر نرجع لها ونقدر يعني نستخلص منها دراسات وأيضا نستشرف المستقبل يعني من خلال هذه البيانات. نعم، يعني عادة دكتور في الأيام العالمية التي يحتفي فيها العالم بيوم معين يتم الاحتفاء بصورة فعلية على أرض الواقع، لكن بعد أن عصفت الجائحة بالعالم تحولت هذه الاحتفاءات إلى احتفاءات مرئية أو عن بعد عن طريق برامج افتراضية. ماذا عن هذا العام؟ هل هناك احتفال مرئي؟ لا، هو مثل ما ذكرت أنا في البداية هذا الاحتفال افتراضي يعني مرئي. نعم، يشارك فيه يعني العديد من العلماء وبإلقاء يعني محاضرات وإلقاء يعني اليوم تم؟ اليوم تم. أهم ما نوقش من خلال هذه الفعالية كتعريف للمشاهد الكريم؟ طبعا هو يعني يقول لك العنوان، الكتاب من عنوانه، العنوان هذه السنة اللي هو الحياة وسبل العيش، فكان التركيز على يعني كيفية استغلال الموارد الطبيعية بالنحو المستدام ورفع يعني الرفاه للقاطنين على المناطق الساحلية. وأنا يعني شيء بالشيء يذكر يعني نحن نطلع في مركز العلوم البحرية والسمكية على المؤشرات العالمية أو مؤشرات القياس العالمية، ومن ضمنها مؤشر الأداء البيئي اللي هو معتمد في رؤية عمان 2040، وأيضا مؤشر صحة المحيطات. الحمد لله نحن يعني كدولة عمان يعني نحتل مرتبة 53 من بين 220 دولة ومنطقة، فهذا يعتبر يعني مركز متقدم. وأيضا النسبة اللي هي صحة المحيطات في عمان تقريبا 75%، كانت في 2015 تقريبا 69%، صار في ارتفاع إلى 75%. أيضا نحن نحتل المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وعلى الدول العربية بشكل عام. جميل جميل، ولا بد أنه هذه المراكز نتيجة لعملكم أيضا من خلال قطاعات الثروة البحرية بشكل عام. شاكرين لك وجودك في استوديو برنامج من عمان الليلة دكتور عبد الله بن حمد النهدي مدير مركز العلوم البحرية والسمكية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على هذه الاستضافة، وكان من دواعي سروري أن ألتقي فيكم والحديث عن هذا. واجبنا دكتور، محطات تستحق الضوء وجهود دؤوبة تستحق أن نقول لها شكرا. في برنامجكم من عمان وصلنا بكم إلى ختام حلقة الليلة، تمنياتنا لكم بليلة سعيدة، وتمنيات المخرج إبراهيم الزجالي. إلى اللقاء.